ايه النصيحة بقى اللي تديها لأي حد طالع نفسه نفسه يبقى في النادي الأهلي؟ والله بص، طول ما هو موجود في النادي الاهلي يحاول يحقق تاريخ، ان دايما المكان اللي اتحقق منه بطولات وتاريخ هو النادي الاهلي. مش هتلاقي المكان ده في حته تانيه، او تحقيق البطولات دي مش هتلاقيها في نادي تاني، هتلاقي في النادي الاهلي. دي حاجه. الحاجه ده التانيه، ان دايما وانت ما موجود في النادي الاهلي ما تعيش على بطوله حققتها. زي دايما ما بناخد بطوله خلاص فرحنا النهارده، ما نريح بقى. بنشبعش. اه بالظبط، ما تشبعش. دي حاجة. الحاجة الثالثة، لازم يكون عندك إنكار ذات غير طبيعي لنفسك، عشان ربنا يكرمك ويوفقك وتكون حاجة كبيرة جوه الكيان، يعني من ضمن الأساطير يعني. كابتن وليد، وماذا بعد القرار الصعب اللي هتزايد؟ في بيحب يتجه للكارير بقى الإداري أو الفني كمدرب، أو حتى دلوقتي كتير قوي بيروح في الاتجاه الإعلامي. والله بص، أنا لسه لحد دلوقتي ما قررتش حاجة خالص. أنا لسه موجود في الفرقة، وزي ما قلت لحضرتك في الاول، انا بسيب الترتيبات دي لربنا. يعني ممكن اقول لحضرتك انا مثلا عايز اعلام، عايز اداري، عايز، وفي الاخر اكون حاجه تانية. ما بحبش ابقى بالشكل ده. زي ما قلت لك، عندي مبدأ، وفي الاخر بسيب اللي ربنا كاتبه لي يكون. يعني دايما بيقعدوا يقولوا زوجات اللعيبه بيتعبوا اكتر من اللعيبه، دي حقيقة. الاكل اكل معين طبعا، سفريات مفيش لانه ما لكمش مواعيد، مفيش مواعيد دي اجازات حقيقة. طبعا مع الاجازات الرسميه. قد ايه مراتك تعبت معاك في مشوار؟ لا والله بجد، يعني انا بشكرها من خلالك، ان هي الفتره تعبت جدا، حتى خصوصا مع الولاد، المدرسه، مش عارف ايه، تنزل يعني. بصراحه يعني هي اللي شايله كل حاجه. زي ما حضرتك قلت، احنا معسكراتنا مش بتبقى معروفه، سفر كتير، كل يومين في معسكر. موضوع يعني حياه لعيب الكره صعبه جدا، وهم بيبقوا يعني شايلين الشيله لوحدهم يعني. قالت لك ايه لما قررت تعتزل؟ اتبسطت انه اخيرا خلاص هنعرف ناخد اجازات ولا والله بص اتضايقت؟ اقول لك حاجه، ما كنتش تعرف يعني. عرفت زي الناس لما نزلت البيان، كلمتني زعلانه جدا، ولقيتها بتعيط وبتقول لي طب ليه، طب انت فكرت مع مين، طب ما قلتليش ليه. قلت لها خلاص، هو التوقيت كويس والحمد لله وانا مرتاحه. زعلانه انك ما قلتلهاش الاول ولا زعلانه انك هتبطل كوره؟ الاثنين. هي بالنسبه لها يعني موضوع صعب، هي اهلاويه جدا جدا، يعني مش عايز اقول لك مشجعه درجه ثالثه، و حست ان هي بتكلمني ما كانتش بتكلمني ان انا يعني جوزها، بتتكلم بتكلم الحاوي، ما بالظبط. ان بتتكلمش. عشان كده كان بالنسبه لها الموضوع كان صعب يعني. تعرفتوا على بعض ازاي؟ منيا برضو ولا؟ لا هي من القاهره، من مصر الجديده، وكنت اعرف باباها، وكان في حد صاحبي قريب جدا من باباها، وربنا وفق يعني.